فيها تكنيك مختلف، فيها إبهار بصري، في خدعة موجودة في العرض، مش مجرد إن في دراما بس، الخدعة البصرية اللي موجودة داخلة جوه العرض. فمسرحية في نص الليل عمل بيحمل قيمة فنية عالية، خاصة إنها مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر اللي برؤية عصرية ألفها أيمن بهجت قمر. والله أنا مهما شكرت المستشار تركي آل الشيخ إن هو حقق لي هذا الحلم اللي أنا بحلم بيه بقالي أكثر من 30 سنة، مش عارف أقول له إيه. يعني حاجة فعلا كانت بالنسبة لي خيال، وأنا أساسا مؤلف، فإن هو يساندني في تجربتي الإنتاجية الأولى ويديني الفرصة دي ويثقوا فيا. الحلم ده أنا زي ما بقول لك شغال عليه، لأن والدي عنده أعمال كتير جدا جدا جدا، وممكن يكون الأجيال الجديدة كمان ما بيشوفوش الأعمال دي. فأنا ناوي الفترة الجاية فعلا إن أنا أفضل يعني أحافظ على وجود اسم والدي. وتولى إخراج المسرحية عمرو عرف اللي كان كتير سعيد بهالتجربة، خاصة إنها بالسعودية. بجد سعيد جدا ان انا موجود معاكم هنا في الموسم، وتجربة بالنسبة لي جديدة، انا اول مرة اخرج مسرح، فكمان الشغف اللي حصل لي بالتجربة خلاني انا ممكن اكررها كتير. انا كنت فاكر ان انا هعمل عمل واحد وخلاص، حقيقي يعني فن مختلف وفن بتحس بقيمته في وقتها. يعني السينما انت ممكن تعيد وممكن تزيد وممكن تغير وممكن تحط، انما في المسرح على الهواء بتاخد البي باك بتاعك فورا. وهالشي بالذات كان سبب توتر غادة عادل قبل صعودها للمسرح. النهارده انا واقفه قدام جمهور سعودي، انا عارفه انه بيحب مصر وبيحب الفن، وانا عاوزه اكون في احسن صوره وعلى اكمل وجهه، ودي بالنسبه لي حاجه مش سهله، مواجهة الجمهور فيس تو فيس. لكن هل أمر طبيعي؟ فهالمسرحية تعتبر تجربتها الحقيقية الأولى بعالم المسرح. يعني عملت تجربة صغيرة قوي زمان قوي بعد صعيدي، كان مسرحية على باندا، كانت منى عبد الغني هي البطلة، وبعد كده اعتزلت وأنا جيت عملت دورها بس ما صورتوش. كانت تجربة صغيرة، كنت صغيرة قوي، مش فاهمة حجم الكبير بتاع المسرح اللي أنا بعمله، بس في المرة دي عندي رعب غير طبيعي. وهذا كان حال ريم مصطفى، خاصة إنها عم بتقدم دور صعب. الدور ده أنا يعني معتبره من أصعب الأدوار اللي أنا بعملها، الدور very challenging. يعني أنا حقيقي مش عايزة أحرق الدور، بس الدور ده أجهدني واستمتعت بكل تفصيله فيه. يعني بقول لهم انا كنت في كل يوم، يكفي هديك، بص انا هديك اختصار، انا كنت في كل يوم لوكيشن مختلف، شكل مختلف، اداء مختلف، فعليا كان تتخيل كان صعوبه الموضوع ده عامل ازاي. وكشف لنا كل من محمد عبد الرحمن ومصطفى هريدي عن الشخصيات اللي راح يجسدوها على خشبه المسرح. هو المفروض انا طالع حد معجب بممثله كبيره، تمام، يعني نجمه كبيره، مش كبيره في السن، كبيره في المقام، نجمه مشهوره جدا وبتاع، انا مجنون بيها، تمام، لحد ما بيحصل لها موقف انا بشترك معاها فيه، فجاه بتلاقينا الظروف او بتخلينا الظروف ان احنا ماشيين مع بعض. مش هقدر احرق من كده واقول ايه الموقف لاني هبقى حرقت المسرحيه. والله انا عامل في المسرحيه دور المنتج اللي بينتج الفيلم اللي بتدور عليه احداث المسرحيه. حسن عطيه ده المنتج اللي بيعمل افلام كيكي، اللي بيقدم النجمات في العرض، وهو دور لطيف وخفيف، واتمنى ان هو يعجبكم. وصاحب الدور الغريب حيكون سليمان عيد، خبير ارواح، بحضر ارواح. يعني هتلاقي في حاجات انا بحضرها وبجيب ارواح ماتت واحضرهم واجيبهم وابدا اناقشهم، وعندي من الارواح اللي من قرايبي برضو فوق في مشاكل بيني وبينهم يعني. واكيد هالعمل حيكون من انجح المسرحيات بسبب الكيمياء الحلوه اللي جمعت فريق العمل. العرض كله جمع مجموعه ناس، وما بتحصلش كتير قوي ان كلنا حبينا بعض، وكلنا شخصيات يعني حصل بينا تفاهم على درجه كبيره جدا، وده بيبقى اسهل في الشغل ويطلع نتيجه احلى. واحنا الحمد لله كواليسنا حلوه جدا، كلنا حابين بعض، احنا نفسنا واحنا بنتدرب وفي البروفات بنضحك من قلبنا، وبقول احنا يعني حقيقي هفتقد الايام دي، ويا رب تعجبك يا رب. فعلا أجواء الكواليس كانت حلوة ومسلية بحسب ما شفنا على السوشيال ميديا، والفيديو اللي نشره مع ريم مصطفى عم يرقصوا مع بعض على مقطع من أغنية كيفي كده لويجز كان كتير فايرل. وكمان قبل منها شفتوا فيديو للرقصة العفوية مع غادة عادل بالكواليس، واللي كمان حكينا عنه بترندينج الأسبوع الماضي.